الحوض والله. كان في صدر دوا في رصنا صناعي العذا المنكوس وحب رباعه. سلام وشو العذا المنكوس وحب رباعه وش العقبه شط العقبه زين. ايش فيك؟ ذي اللي يقول فيها هلايا الهبوب البارد عجل يهبي على جعش من قام الضلوع تهليب. انا مره كان اصحى مره يغيبي عندك؟ لا والله هلايا الهبوب البارد. سلام عليك الله يرحمه. يا الله يعلى الجن البارد على جعش من. ايش فيك انت؟ تفضل الباديه. اعتزلت القصيد مين؟ لا يا شيخ والله الجمهور. اما امس اللي ناحت حمام الورقه من جر الموالي من جر الموالي ناحت حمام الورقه هل نويت الفرقة والله ما نابتالي والله ما نابتالي يا اللي نويت الفرقة يا اللي نويت الفرقة والله ما نابتالي والله ما انا بالتالي يا اللي نويت الفرقه. والله يا صوتي رايح راح اشتاق لك. قل لا اله الا الله محمد رسول الله. اشتاق لصوتك اللي طلعت ابراهيم اليوم. قل لا اله الا الله محمد رسول الله. سبيه. قل لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. انا اجل وميقن ومتاكد 100% انه يوم اشل معك يقولون الله يزعجه من دفن ازعجه. ما خلانا نسمع صوت محمد عدل. ولكن اللقافه يسمى اللقافه باللغه العربيه. ايوه ايوه اللقافه. لا مو بلقافه باللغه. ايش معنى اللغه؟ الملقوف. الحماس الزائد يعني. لا الملقوف باللغه العربيه وش؟ باللغه العربيه المتطفل يسموه. اي يا سلام عليك. والله يجي من يا سلام عليك. لا بس لا ما صدقت لانه متطفل لان انقالت له كثير باللغه العربيه. جاء عمر الملح مع عيالك. عليكم السلام. سلام مرحبا. وشو بعد؟ بعد ما حلقنا شعورنا تونا على طريق يا ابو مفلح. تونا نمدحك. سلام كيف الحال ومن العايدين؟ الو نجح بس اسجل لكم ان شاء الله بحول الله. الله الله ابو الشاب والله ما ادري ايش قال فيها. طيب تحب ما تحسب عندك شيء؟ والله صوت لا تجري بعد يا غبيش بن خليل. سلم على عمير. عمير بلغ سلامي وقل له. قل لا بلغ سلامي لابن عمي وقل له. لابن عمي وقل له المعذرة بس. شو يقول؟ كمل. سلامات جاي تقول قصيدة محافظة. ابن عمي وقل له. من هو ذي ساعة سلطان؟ ابو وسام. ابن وسام. الله الله لبان عليك. لا سمعت قصيدة ابو مبارك بن عينان؟ اكثر واحد يأذن بالغيب. سمعتها؟ لا والله. يا سلام انت دري ولا مستبيك انه نيزار وانا توقيت البحر في السفينة. طيب طيب سمعتها؟ مجنون هذا القصيدة. مردات قوية. قد سمعت التغريدة. ايش عيال؟ قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. الله يجزاك خير. يا ابو سالم عطنا يا عيال. اذا طلع قهوة. قهوة حليب. ابن دفنة. حليب. ابن دفنة. اذا طلعت بكرة انت ليمون ولا قهوة؟ لا تصدموني. ها؟ اذا طلعت بكرة لا تدخلكم لا تصدموني. متى بكرة؟ اليوم ابراهيم. اليوم يوم قهوة. لا تصدموني بس. ابن دفنة اصلا. ابن دفنة اتكل على الله ودر. ابن دفنة. ابن دفنة. شوف شوف بعلمك حاجه يا ابن ادم. ادري يا ابن ادم انك لو تطلع مع ذا الباب سواء انا ولا انت ولا هو انها ان شاء الله باذن الله انها بدايه انطلاقتك. والله العظيم. والله كاتب لك الخير. والله العظيم اني ماني محت. بندر يقول تدري وش يقول بندر؟ يقول طلعت يوم وبين هالي وبين معتي واني اشتقت للجلسه بينكم. ترى جونا. وقالوا اني اتابعكم. يقول هذه هي. انا يوم اني طلعت اسمع عمر اشوف التلفزيون واشوف العيال هنا. بخش بخش. عرفتهم كانوا توهم حاطينها.
قصتهم سوري. تعال فرش تعال يا ولد والله العظيم. وش اللعبه وش اللعبه وش اللعبه وش اللعبه؟ انا زهر اطلع من اول دقه واحده يا من دول بروحي يلا ماشي تصوير اطلع من اول مره والله علمك السعوديه 12 1 3 اما ذاك الليل يوم طلعنا جالسين انا وراك انا هنا وشغلت ما في تصويت بعد شغلت التلفزيون واطلع اول واحد وجر الصوت انا ما جيت طلعت ايش حالك ذاك الليل من قالك ما انا اتوقع انا